مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة التي سأخذكم بها بإذن الله تعالى من داخل قصر الملك في العاصمة طرابلس، حيث يقام اليوم احتفال كبير جدا تقيمه الهيئة العامة للثقافة، والتي تصدر في هذا الاحتفال 67 عنوان كتاب. أبرز هذه العناوين في هذا اليوم وهو كتاب البنيان المرصوص الذي يحاكي حرب تنظيم الدولة الذي كان في سرت قبل أعوام ماضية في مدينة سرت، وأيضا هناك كتاب لهيب الصحراء والذي يتحدث عن الكوارث التي قام بها لواء خليفة حفتر في ذلك الوقت من قتل ومن أيضا من قتل للجرحى الليبيين في تلك المعركة. ربما نأخذ جولة في هذا المعرض وأيضا نأخذ لقاء مع بعض المؤلفين. السلام عليكم. نأخذ لقاء مع بعض المؤلفين. السلام عليكم. مع بعض المؤلفين أستاذي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. الكتاب اللي قمت بتأليفه لو تذكرنا باسمه وكذلك أيضا السبب الرئيسي من إصدار هذا الكتاب. هذه أحداث عشتها في سرت، في قتال الليبيين، في قتال الليبيين ضد داعش. اجتمع الليبيين من كل أنحاء ليبيا، استشهد منهم في سرت باهي 772 شهيد، منهم 600 من مصراتة، وأنا كنت في الجبهة في الخط الأمامي، وكان اللي موجود معي اليوم يدفنون في مصراتة اللواء رمضان الزين. قررت أنا تأليف هذا الكتاب. تعرضت في هذا الكتاب إلى الإرهاب عبر العصور، سواء الإرهاب المسيحي، اليهودي، الهندوسي، فهمتني؟ الإسلام والمشاكل التي يعانيها العالم منهم. الآن وصلنا إلى الدواعش، تأسيسهم ووصولهم إلى ليبيا، وكيف وصلوا، ومن كان يقاتل، من كان يساعد فيهم، كلها تعرضت لها في هذا الكتاب، وموثقة بالصور قياداتهم وقتلاهم وقتلانا وكل شيء. زين، الكتاب هذا فخر لي أنني كتبته، والوحيد اللي توا طبعاته، الباقي نطبع على حسابي، لكن نتيجة ارتفاع أسعار العملة وغيرها قامت مشكورة هيئة الثقافة وبارك الله فيها وطبعتها. دور الكتاب هذا في ترسيخ تاريخ والبطولات. نعم، الكتاب هذا لا يوجد مثيل له، هذا من كاتب سوري، لا يوجد مثيل له في سرد الأحداث، وهذا تخليد حتى لبطولات الليبيين وخاصة الأمازيغ، لأن الليبيين أنقذوا العالم من شرين سابقين، شر الوندال، وهذه ما يعرفوهاش الليبيين، شر الوندال كان قائد عظيم في تلك الفترة في لبدا، أمازيغي، جند الأمازيغ أكر واستخدم الجمال في حماية أهله وناسه وفي الحرب بها، وكانت مفاجأة، وقضى على الوندال الذي كانوا سيوصلوا إلى مصر وإلى بغداد من شمال أفريقيا، وأنقذ أوروبا منهم، قبائل الشمال هذه. يعني أنت مسرد من التاريخ إلى لماذا سرت؟ لأن سرت هذه مكان معارك. سرت عبارة عن طير جناحه في وين؟ في مساعد، وجناح الآخر في حدود تونس، وصدر السرت من قابة سرت، والديل يغطي تشاد والنيجر. والغرض من اختيارهم سرت التحكم في مصادر النفط، يعني قريبة على قريبة مصادر. وقام حفتر بتهريب مجموعات كبيرة أعداه هم، فهمتني، من درنا لين يوصلوا سرت. ويستحدثني التاريخ أن في أوروبا فرنسا أبادوا الملايين من البروستانت، ولكن عندما احتاجوا لقتال الأمبراطورية الرومانية استخدموا البروستانت ضدهم، يعني تحالفوا معهم. يعني نفس السيناريو. نفس السيناريو. طيب إن شاء الله، يعني شكرا لك على هذه الكلمات. هذا واجب، وأنا أحيي من خلالك القادة الميدانيين والتوار الذين هم في سلسلة المعارك من تحرير ليبيا إلى الآن،
وسيهزم حفتر العميل والمصريين وعملاء وكالة المخابرات في الإمارات. طيب شكرا جدا. لأنهم تمادوا والآن يسعوا إلى الحصول على قاعدة في النيجر لضرب الجنوب. طيب شكرا جزيلا لك. عفوا يا شكرا لك جزيلا. حياتي مشاهدينا الكرام، هذا كان ابرز الكتب وكتاب البنيان المرصوص. ربما ناخذ ايضا لقاءات مع بعض الزوار لنسالهم حول السلام عليكم. كيف حالك استاذي؟ اخبارك طيبه؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. اخبارك بخير ان شاء الله. يعني نحب نسالك على يعني الكتب المعروضه او الاصدارات، ال 67 كتاب المعروض اليوم من هيئه عامه الثقافه، يعني كيف شفت هذه الخطوه كمواطن؟ والله للأسف هي ولو أنها خطوة متأخرة، لكن الحمد لله خطوة ممتازة وجديدة، ونتمنى كل عام هكذا، يعني كل مرة تطلع إصدارات جديدة وكل مرة تطلع إصدارات على الأقل باش نتري العملية الثقافية إن شاء الله يعني. وأنا والله سعيد جدا جدا أني شبحت إصدارات جديدة والله، لأن بصراحة لينا فترة ما شفناش يعني. أكثر عنوان تشكر عليه وزارة الثقافة حقيقة. أكثر عنوان أنت كان لفت انتباهك اليوم؟ لا أنا تولي انتباهي كتب الترجمات. توري الكاميرا. الترجمات يعني هذا سعاد خليل بصراحة دايرة سلسلة من الترجمات في الفلسفة، في الفن، في الموسيقى، في السينما، فبصراحة أنا شخصيا عجبني يعني. هل الليبيين مهتمين بهذه بالقراءة والكتب بشكل كبير، أم أن فيها طبقة معينة بس يعني من القراء يعني في ليبيا؟ نكونوا واقعين وصريحين. أنا وجهة نظري يودي الليبيين أصبحوا الآن مش مهتمين بحكاية القراءة حقيقة، يعني ربما تجد قلة من اللي ممكن مهتمين بالقراءة، لكن الآن أنا أعتقد ما أعتقدش فيه، خاصة في وجود الفيسبوك والأمور هذه يعني تغطى على حكاية القراءة. أنا طبعاً أنا شخصياً نقرأ حقيقة، يعني دائماً نحب نقرأ. طيب شكرا. الثقافية والتاريخية مهمة جداً بالنسبة لي يعني. طيب شكراً جزيلاً. عفوا. مشكور إن شاء الله. السلام عليكم أستاذي. اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يعني احنا في هذا اليوم اللي هو احتفال بالهيئه العامه للثقافه اصدار 67 كتاب، شنو رايك في هذه الخطوه وكذلك ايضا الكتب الموجوده والعناوين الموجوده؟ طبعا بالقاسم عاشور رئيس منظمه الطويزه للتراث الثقافي التنميه البشريه ان شاء الله مشكورين على العمل، بما ان بلاد ليبيا يعني حاله ازمه، يعني مش ازمه عده ازمات، لكن مع هذا مدير مبارد كتب واصدارات جديده نقول موفقين ان شاء الله بالتوفيق للهيئه العامه للثقافه ومشكورين جدا انتم عليه. طيب يعني شنو هو اكثر عنوان يعني كان ملفت انتباهك يعني؟ اكثر عنوان كان ملفت انتباهك. ما زال كيف دورتي؟ كيف دورتك ان شاء الله؟ بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. ربما ناخذ ايضا لقاء مع احد الزائرات في هذا المعرض، يعني رايك في هذه الاصدارات الموجوده اليوم من هيئه عامه الثقافه واكثر عناوين لفت انتباهك في هذا اليوم؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا، شكرا باستضافتك لي. بصراحه انا فخوره ان في ظل الظروف هذه الصعبه ان في كتب تصدر يعني في بلادنا، ما زال نتحدوا زي ما يقولوا كتاب ينشر وما زلنا نتحدوا، والحقيقة يعني فخورة حتى بالكاتبة، أصغر كاتبة مواليد 2000، يعني هذا فخر لبلادنا. وأنا ما زلت الحق نشوف عناوين تلفت لانتباهي ونصور، مش عارفة يعني. هل أنت مهتمة بالثقافة بشكل عام والكتب، أم أنك اليوم يعني دافع فضول وخلاك تجي؟ الاثنين. الاثنين يعني الفضول، نبي كتب للأطفال، التنمية يعني الأطفال، يعني لأنه هو الجيل الصاعد يعني جيل الغد، فنبوا نركزوا على الأطفال في التنمية والتوعية وحب الوطن، يعني هذه الكتب اللي تشدني بصراحة.
أكثر يعني. السوشيال ميديا هل قضت على موضوع الكتب والقراءة خاصة في ليبيا يعني خلينا نكون مصريين، هل ممكن من هذه الإصدارات ومثل هذه المبادرات يكون لها دور إن هي ترد ال؟ يا ريت، هذا للأسف يعني التقنية، فضل التقنية والتكنولوجيا اللي فيها، إحنا السوشيال ميديا قضت على الجيل، معظم الجيل ما عادش يتجه للقراءة، فإحنا بنحاول نرجعوهم للقراءة حتى بعرضنا في عن طريق النت عن طريق السوشيال ميديا، لأن بصراحة ما عادش عندهم صبر يفتح كتاب ويقرأ، مجرد ما يشوف عنوان خلاص يعني فهم الموضوع. فيا ريت نركزوا على الأطفال، علشان نقول لك مازال نركزوا على الأطفال، ما عادش نخلوهم يتجهوا للتقنية التكنولوجيا النت، لازم نعطوه كتاب مغري يعني فيه نصائح علمية كيف طرق التربية أحسن من أن الكتب هدية كل الكبار في السن يحبوا يطلعوا على الكتابات هدية، أما الجيل الجديد للأسف نحاولوا أن نرجعهم. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا. أهلا. شكرا. معنا الآن رئيس الهيئة العامة للثقافة الليبية، نسأله عن هذه الاحتفالية اليوم، ماذا تمثل الهيئة العامة للثقافة والإصدارات التي أصدرت اليوم؟ تمثل شيء كبير في هذه الإصدارات وهذه الاحتفالية الحقيقة. الآن ترى أنت الآن كمية العمالقة والكتاب في هذه الاحتفالية، وسعداء بمواليد جديدة في للمكتبة الليبية والمساندة ولمساندة المكتبة الليبية في هذا الوقت الصعيب. نحن نطبع وكتاب ودبات تفرز كتاباتها في ظل العدوان على طرابلس من قبل المتمرد حفتر. يعني نسعد الآن بشعور غريب جدا من سعادة الكتاب والأدباء لمواليدهم الجديدة، ونتمنى أن نحن نكون لهم، نوفر لهم كل الإمكانيات التي هم يريدونها. الآن نحن عندنا مفاجأة أخرى حتى نفس الشيء بعد في هذا العام إن شاء الله، اللي هي أرشفت كل هذه الكتب بالابلكيشن اللي في الرقمي، حتى يكون يسر القراءة على كل مواطن ليبي أو مواطن حتى مواطن عربي في العالم. نشكركم قناة الجزيرة على متابعتكم هذه الأحداث والتغطية الخاصة لهذا الاحتفالية، لإبرازها وتوضيح توصيل الصورة إلى العالم أن طرابلس أن أدباها وكتابها وفنانينها داعمين لكل جهود الدولة المدنية وكل الاستقرار وتقوية الرابط الاجتماعي واللحمة الوطنية بين الليبيين. شكرا. عفوا سيدي، شكرا، بارك الله جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، هذه كانت جولة أخذناكم بها داخل معرض الكتاب الذي تنظمه، أو هذا الاحتفال الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة، والتي نظمت احتفالا لإصدار 67 عنوان لكتاب ليبي. نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في جولات أخرى وبرامج أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.